يا أصدقائي وحبايب قلبي على اليوتيوب، من وين ما كنتوا تكونوا، وبكل دقيقة وبكل ساعة بحييكم من المحيط إلى الخليج. اليوم معنا كمية أخبار جدا كبيرة بالعملات الرقمية، يعني يمكن لو أنه كل دقيقة ننزل خبر ما قدرنا نلحق من كمية الأخبار الهائلة. وبنفس الوقت إن شاء الله حتعمل فائدة على الجميع، وأيضا أخبار عن FTX وعملة لونا كلاسيك والفيدرالي الأمريكي، وجدا جدا أخبار مهمة لمستقبل العملات الرقمية. إذا كنت حابب تعرف كل هالأمور خليك معي لتسمع الفيديو للنهاية. وأيضا بقلك قبل ما بلش، إذا حابب بلش بالطريقة الصحيحة بالعملات الرقمية وتكبر محفظتك المالية وتعرف كيفية المضاربة وتدخل بأكاديمية تعلم التداول، طبعا ليكتمل العدد انضم لنا على رابط التليجرام بأول تعليق بأسفل وصف الفيديو. وأيضا شباب، من أجل أنه تعرفوا جروبنا عم بيكون السباق بنشر الأخبار كل دقيقة بدقيقتها، لازم تشتركوا فيه بأقرب فرصة، لازم تشتركوا فيه لتعرفوا كيف تضاربوا ولتعرفوا كيف تتداولوا، لأن السوق العملات الرقمية بده مراقبة كل دقيقة بدقيقتها. وايضا عندنا يوم السبت غدا، يوم السبت جمعه مباركه طبعا عليكم شباب، اليوم جمعه، يوم السبت عندنا صوت كتير مهم حنجاوب فيه على جميع الاسئله وجميع التحليلات وجميع العملات الرقميه. حاولوا تكونوا موجودين فيه بتليجرام، فلذلك حيكون في فائده على الجميع. خلينا نشوف السوق اليوم، بي ام بي، بي تي سي، ايثيريوم، سولانا. مثل ما لكم شايفين اليوم السوق بالاخضر ولله الحمد، في تحسن ولكن مو التحسن الكبير. اوكي، كاردانو، شيبا، كله مرتفع. خلينا نفوت على عملة لونا كلاسيك حبيبة ومعشوقة الملايين. اوكي، عم بتحاول الصعود. اذا تمركزت لونا كلاسيك شباب فوق يعني 20 و500 او 600 فاعتبروا انه في إلى صعود. اذا ما قدرت تتمركز فوق ال 20 و500 او 600 فاعتبروا انه في هبوط وممكن نزور منطقة ال 15. تمام شباب، رح ورجيكم جمالية جروبنا من شهرين، من شهرين شو حكينا عن السوق وشو قلنا حيصير. نعمل هيك اوبين من شهرين، شوف الرسائل الكبيرة، البيتكوين قلنا بده يوصل لمنطقة ال 19 وال 16 واحتمال يكون بال 12. تمام شباب، حتى الايثيريوم 900 و700 و600، والسي ار او والكي اس سي، كل العملات اللي حطيناها شوفوا شباب من ايمت، من اكثر من اكثر من شهرين. حتى اصدقائي اللي بيعرفوني من قرابة، خلينا نقول اول ما بلش البير ماركت سنة، انا قايل هالكلام ولله الحمد رب العالمين وفقنا في انه حيصير بير ماركت وحيصير هذا الامر، ولله الحمد في كتير ناس قدرنا ننقذها والنجية من هالسوق هذا الهابط، يلي للأسف الشديد يلي ما كان متابع معنا خسر كتير للأسف الشديد. خلينا نبلش عنا بأول خبر بمنصة FTX. طبعا سام باكمن غرى التغريدة وقال فيها انه انا للأسف الشديد الآن I get fucked، يعني خبصت الدنيا كلها ببعضها. للأسف الشديد سام باكمن على ولازم كنت اعمل شيء احسن من هيك، يعني مثل عم بيقول انا حافلس. تمام، مرور الخبر ايضا بعده. قبل ما نروح الخبر بنقلكم دائما ادعمونا على اليوتيوب لنوصل صوتنا لاكبر عدد ممكن من الناس وتعمل فائدة على الجميع. خلينا نشوف شو حكيت منصة FTX. 46 مليون USDT linked to okay. 46 مليون دولار من USDT تمام تم اضافته لمنصة FTX لمساعدتها، تمام، من اجل انه المنصة ما تهار وما تأفلس. وهذا ايضا شيء جميل، حتى منصة هوبيت عرضت خدمات عليها لمنصة FTX، لانه شباب مو من مصلحتنا تنهار، لانه اذا انهارت المنصة ممكن تنهار كتير مع عملات رقمية. اليوم زيزي باينس عمل شيء جدا جميل، طلع بياناته ووضحها للجميع وقال لهم تفضلوا شباب هاي بياناتي وهي المحفظة المالية الأساسية الساخنة والباردة، ولا قديش بيملك بيتكوين وبي ام بي وإثيريوم USDT وبي او اس دي ويو اس دي سي. وهذا بيورجيك قديش انه منصة باينانس في عندها ثقة بالتعامل مع جميع المستثمرين، وايضا بيورجيك انه نحن لازم دائما نعرف وين نحط اموالنا. شباب
انا حبيت نبه بشغله، اليو اس دي تي ديروا بالكم منه، ما في لا رقيب ولا عتيد، عم يطبع بدون قيمه بنكيه. اما البي يو اس دي واليو اس دي سي لهم قيمه بنكيه بالبنوك، يعني كل واحد دولار واحد دولار، ما بدنا يصير فينا مثل اليو اس دي سي وتنهار الاموال. ديروا بالكم من اليو اس دي تي، حولوا اموالكم للبي يو اس دي ولليو اس دي سي، تمام شباب؟ حبيت انا بس نبهكم من هذا الامر لانه ما بدنا يصير فينا نفس المشكله، وانا حطيت ايضا فيديو على اليوتيوب بنبه من هذا الامر للجميع. عنا اليوم الفدرالي الامريكي نزل اكثر من 7.7 بيانات التضخم، كانت 8.2 نزلت ل 7.7، وهذا امر جدا جدا جميل وكان ايجابي لسوق العملات الرقميه. ان شاء الله بالاشهر القادمه نشوف ايضا هبوط ببيانات التضخم. منروح على خبر ثاني، FTX باليابان وقفت التعامل معه لتشوف البيانات وتوضح الامور اكثر. ايضا FTX اليوم وقفت يعني الويذرو، وعم بتنبه المستخدمين انه اخي مشان الايداع والويذرو ديروا بالكم، وايضا نبهتهم انه لا تتداولوا لانه في مشاكل عنا بالمنصة وبالشين وعم بتحاول تصلحها. عندنا ايضا خبر من المادا، المادا هو مطور معروف بوسط العملات الرقمية، قال انه اكثر من 70% من اليو اس دي تي، تمام، الدولار الرقمي حيتم اضافته. بيقصد فيها هون وتعمل المقابلة اكثر من ساعتين معه على عملة لونا كلاسيك، وهذا ايجابي لعملة لونا كلاسيك لانه ممكن تلاقوا اليو اس دي تي سي ارتفع بسرعة، تمام، للدولار. طيب بنروح ايضا على الخبر يلي بعده، شباب خلينا نكون حذرين لانه اليو اس دي تي ممكن يرتفع. طبعا نحن ما بنشتري بالاخضر، نحن بنشتري بالاحمر فقط بالخوف الشديد. هلا فومو ما بنشتري، الحذر ثم الحذر ثم الحذر، ثلاث مرات انا بحكيها للجميع شباب، ليه هدس ويصير دم ويصير احمر وخوف شديد، اهلا وسهلا انا بفوت بشتري فيه، بس مشان تعرفوا شباب، تمام. عنا ايضا خبر كتير جميل بالاوساط لونا كلاسيك، اليوم تم تفعيل الـ NFT MUG، هو ميتا غوريلا الشركة للـ NFT، وهذا خدمات للونا كلاسيك، وأيضا جدا جدا هذا الخبر جميل. وهون مثل ما لكم شايفين بالصورة الموقع حطيت لهم إياه برابط تليجرام اللي بحب يفوت يشوف، أنه عم يحكي هون شباب، اللهم صلي وسلم بارك على النبي، أنه أكثر من 4 خدمات الآن تم تفعيلها على عملة لونا كلاسيك، تمام، وإن شاء الله الخير لقدام بيناته الـ NFT وتيرا سواب. طيب منيجي أيضا للخبر اللي بعده، أوكي، سام باكمان فري اقترض 9.4 بليون دولار، أوكي شباب، اقترض 9.4 بليون دولار لمنصة FTX، أوكي شباب، لمنصة FTX تم اقتراضه وتدينه، تمام يا شباب، وعم يحاول مثل انه ينقذ حاله من الافلاس. ان شاء الله يا رب منقول انه يقدر ينقذ حاله، لانه شباب اليوم كان في خبر، خلينا نحكي على سام باك من فري، اشاعة قوية انه سام باك من فري كان بده ينصب مثل ما نصب دوكوان ويسرق المصاري ويروح، تمام شباب، ويطبع من العملات، لانه كان انه كل الخزنه عنده FTT وسولانا، لهيك هبطت سولانا بكميه كبيره لانه تم بيعها وبيع ايضا كميات كبيره من سولانا، لهيك هبطت، تمام شباب. وللاسف الشديد سولانا امبارح يعني شفت على الماركت كاب سكوا 100 مليون عمله، وهذا الشيء بيخوف، وقلنا لكم خليكم حزينين شباب، اوكي، من سولانا الحذر ثم الحذر لانه ما فيها ماكس سبلاي، تمام شباب. فالحمد لله لله الحمد، يعني الله جعل الكيدو منحره سام باكمان فريد وقدرنا يعني ننقص نفسنا منه، تمام، وتم فتحه exposed by Binance، وBinance شباب ما رضي يشتري المنصة لأنه خاف من الحكومة الأمريكية أنه عليها مشاكل، بكرة هو اللي بيحمل المشاكل. وحتى سام باكمان فريد حذف جميع التغريدات اللي حطها على تويتر، بس خلص لقطت الصورة وصارت عليه يعني ممسك، لأنه هو قال منصتي ما فيها شيء وأموري بخير وكذا، طلعت أمورك ما لها بخير،
طلعت يا استاذ امورك ما بخير. وهلا راح اكمل شو صار هلا. FTX agreement اوكي. طبعا مثل ما قلت لكم عملوا اتفاقيه من عمله ترون تي ار اكس وجي جي اس تي وسون تمام، انه بالسواب تبع الاف تي اكس مشان يحاولوا انه يعدلوا قيمه السوقيه للاف تي اكس وما يحاولوا المنصه تنهار. معنا خبر جدا جميل، انا بشوفه جميل، انا حقلكم ليش من دوك وان تمام. هلا هو قال انه هو اسف، شوفوها انه هو اسف، واي مشروع ما تعرض ليفشل. وانتم بتعرفوا انه اي واحد بيقدر يطبع من اليو اس تي، يعني قصده اليو اس تي دي تمام، انه اي واحد بيقدر يسك اوكي تمام. وكانت هي بير تو بير، يعني سيستم لسيستم تمام. وبنفس الوقت ما كنت متوقع انه توصل هالخساره ويخسروا العالم كل اموالهم. كتب تحت التغريده ام سوري. شباب وقت انسان بيعتذر ومن اعترف بذنبه فلا ذنب له، فوقت اعتذر مثل عم بيحاول يستجلب عطف الاخرين وانه اسف. اوكي انا معه، انت فشلت، انا بعثت له بالتغريده شباب قلت له انت شخص ذكي، لاقي حل، اقترض اموال. يعني هاي سام باكمان فيد اقترض اموال، اطلب من المنصات مساعده، اطلب اي شيء، بس رجع حقوق الاموال للناس اللي خسرت. شباب انا واحد من الناس كنت اخذ لونا كلاسيك بالسبعين دولار تصدقوا تمام، وعززت من السبعين للعشرة سنت، عززت بالعشرة سنت وايضا عززت بالخمس صفار تمام. والحمد لله اليوم طالع بارباح مهولة منه، مهولة. اشتغلت على مبدأ التعزيز لانقذ حالي من الخسارة منه. بس في ناس ما قدرت تعزز، في ناس ما بتعرف بالعملات الرقمية، خسرت ملايين الدولارات من عملة لونا اللي كانت قديمة تمام. فلذلك انا اتغردت له والناس غردوا له، مثل كأنه عم بيحاول يرجع عملة لونا كلاسيك واليو اس تي سي. عم بيحاول شباب عن جد، هلا نحكي جد هلا بقى، خلينا نشوف هل ممكن يقدر يرجع القيمة السوقية. حتى كتبت له بالتغريدة انه لو انه 50 سنت بأقرب فرصة حاولت، لانه انت خليت الناس تفقد الثقة بالعملات الرقمية، ونحن هذا الشيء ما بدنا اياه يصير. بدنا الثقة ترجع للناس بالعملات الرقمية. لهيك FTX مو من مصلحتنا انه تتدمر، لانه في كتير ناس رح تفقد الثقة. فلنشوف التغريدة ايش كانت جدا ايجابية منه، وايضا لنشوف انه ممكن في الايام القادمة نلاقي تحسن ايضا كبير بعملة لونا كلاسيك، لانه في كتير خدمات عم تتفعل والمجتمع متفاعل بايجابية عن عملة لونا كلاسيك. طيب نشوف ايضا خبر عنا يا FTX سيز تريدين. اوكي هون قلت لكم انا انه التداول بالFTX اليوم تم ايقافه تمام. وعم ينبه الناس انه لا تداولوا، لا تسحبوا اموالكم من المحفظة، انه نصلح الامور ونشوف شو الترتيبات. طيب خلينا نشوف شو ممكن يصير بمنصة FTX. طبعا شوفوا شباب، اليوم انا نشرت خبر كتير جميل عن عملة FTX من مرتبة تانية للمرتبة 60. اوكي من المرتبة الثانية للمرتبة 60. شوف دمروا باينانس، دمروا لسام باكمان فريد. ليش؟ لأنه سام باكمان فريد بيومين من الأيام كان يتمهزع على دوك وان تمام، على اليو اس تي سي الدولار اللامركزي، وبنفس الوقت كان يستهزئ على كتير ناس ويحكي على باينانس. قال بتغريدة من التغريدات انت ما معك شو اسمه، انت ما بتقدر تطلع على امريكا، ما معك فيزا بالطيران لامريكا. كان يتمهزأ عليه وكان يقول لازلان عزيزي باينانس انت صيني انت صيني، وقال لهم انا يعني خلقت بكندا وانا مالي صيني. فسبحان الله. وايضا هو كان سبب بدمار منصة سيليسيوس شباب، والاموال هي كلها اللي انفقدت تمام كان هو من تحت راسه لسام باكمان فريد. على فكرة هو فيجيتيريان نباتي على أساس وصغير بالعمر، وأساس هو بيحب مساعدة الخير هي التلميع الإعلاني، وهي الصورة كله كذب بكذب، مثل ما كتير إيلون ماسك حاول يعمل تلميع إعلاني ولكن انكشف على حقيقته بالهالوين ومن قبل هالمرة. وكتير شاكي أونيل والقائمة تطول، كتير ناس من الرياضيين وكلهم كشفوا من الإعلانيين، حتى الرؤساء شباب شو كانوا متابعين لمنظمات خفية. لازم ندير بالنا من هذا الأمر. سبحان الله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فضح اكسبوزد، قاب قوسين أو أدنى انتهى الولد.
هلا ممكن يصعد، اوكي ممكن يدينوه، ممكن يساعدوه، كل الامور، بس خلاص انفضحت، عرفت مين انت، خلاص عرفت حجمك. كما تدين تدان، نصبت على العالم وسرقت مال الحرام. انا بقول لكم اياه، بيروح بسرعه وبيجي بسرعه، شوف ركز، بيجي بسرعه وبيروح بسرعه، سبحان الله ما دامت القصه. نجي للخبر ايضا اللي بعده عن رئيس الفدور. كان تعرفوا رئيس الفدور انه شاري اكثر من 105 مليون دولار من البيتكوين، الان صار قيمتهم 41 مليون دولار. طبعا هو مشتغل على مبدا التعزيز، عزز على 19 على 20 حتى بالبيتكوين. لنشوف هل حيضل يتبع مبدا التعزيز، ولكن اذا وقت بيصعد البيتكوين بيصير بالبول ماركت القادم، ما راح اقول لكم غير حيمليار حيمليار. طيب اوكي، معنا ايضا خبر من الاسهم الامريكيه. مثل ما تكون شايفين الاسهم الامريكيه كلها اليوم خضراء ولله الحمد، الاس بي 500 سهم النمو كله 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 اخضر. تمام، هم بالخبر 1.8 تريليون تم اضافتها للاسهم الامريكيه، 1.8 تريليون، وهذا كان جدا ايجابي بالاسهم. تماما شباب، سوق العملات الرقميه مرتبط بسوق الاسهم عشان تعرفوا. ايلون ماسك عم بيقول للموظفين تبع تويتر لا تخافوا، ما رح نتعرض للافلاس، عم يطمنهم. اوكي، مبين عليه معه مصاري كتير واموره بخير. مثل ما لكم شايفين لعبة البدل، اي الاجابة عليها الموجودة بمنصة باينانس، هي شباب تمام، نطلع هيك نشوفها، هي البدل. طبعا هي كلمات متقاطعة، الست كلمات، اربع كلمات، الخمس كلمات، موجودة دائما الحلول، انا عم نزلها اول باول. تمام شباب، نرجع لعملة لونا كلاسيك. اوكي، عنا ايضا خبر جدا جميل لعملة لونا كلاسيك. اليوم الفوليوم كان 183 بليون، يعني حيقرب لل 200 بليون، هذا شيء كتير جميل بعملة لونا كلاسيك، في ايجابية كتير حلوة. تمام، فخطة 0.2 كان كتير نافعة بالضريبة وبالحرق. عنا بروبوزل قدموا اليوم فيغاس، لكن الرابط موجود، فيكن تفوتوا على جروبي على التليجرام وتشوفوا الرابط. البروبوزل هو اللي عم بيقول فيه انه open discussion، يعني نقاش مفتوح، يعني المجتمع يناقش بعملة لونا كلاسيك ويقرر، وديمقراطية. انا شفته ايجابي نوعا ما وجميل. تمام، وان شاء الله في الايام القادمة حنشوف موافقة عليه من كتير ناس. الكوميونيتي بول، الحوض بلونا كلاسيك، صار اكثر من 1.4 بليون، وهذا كتير 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 جميل، الحوض يكون هيك منيح. طبعا احنا القيمة السوقية لليو اس تي سي ليرجع 1 دولار، بدنا اقل شيء تقريبا 20 بليون يعني بالحوض السيولة، وهي السيولة لازم تكون ثابتة. يعني شباب الحوض يعني مثل خزنة، تمام، مثل الخزنة اللي بالبنك ما تنقص، عشان اي واحد يجي يشتري تضل الخزنة ثابتة ما تنقص، وهذا حيكون جدا ايجابي لعملة لونا كلاسيك. طبعا مثل ما حكينا البيانات التضخم اليوم 7.7 نزلت، كانت 8.2، هذا كان جدا ايجابي وكتير حلو. تحليل البيتكوين اليوم معنا، شباب ركزوا معي عشان البيتكوين. اوكي، خلينا نروح على شارت ايضا للبيتكوين، معلش خلينا نروح على شارت البيتكوين. تمام، مشان نعرف شو بدنا نحكي. شباب ركزوا معي، اوكي، البيتكوين اذا ما طلع فوق ال 19000 لا يعني ما في ايجابيه، ما في ايجابيه. شو يعني مو بول ماركت شباب؟ لا، ايجابيه حلوه، يعني انه السوق عم يتفاعل. اذا البيتكوين ضل تحت منطقه ال 18000 تمام، اوكي، يعني تحت ال 19000 يعني 18 و 800، اوكي، معناتها احنا ما في ايجابيه، في سلبيه، ممكن نتجه لمنطقه نرجع نزور 15600 مره ثانيه، وتحت ال 15600 اذا نزلنا ممكن نزور ال 12000. برجع وبكرر 12000. تمام شباب، ال 12000، ركزتوا معي كلياتكم؟ طيب اوكي، خلينا نشوف شارت القيمة السوقية. مثل ما حدثتكم ما تغير كلامي، هو 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 شباب، نحن الآن 820 بليون. أوكي، لا تتحدثوا عن الإيجابية إذا ما شفتوا القيمة السوقية 930 بليون. شو يعني القيمة السوقية 930 بليون؟ يعني قيمة العملات الرقمية كلها، قديش الناس شاري بالقيمة كلها، هي معناتها شباب. تمام، عشان نتوضح الفكرة للجميع.
فلذلك شباب نحن إذا ضلينا بال 820 فنحن ممكن ننزل تحت ال 745، يعني نحن متجهين ل 12000 بالبيتكوين، والعملات الرقمية ممكن تهبط أكثر. فلذلك نحن ما بنشتري بالفومو. شو هو الفومو يا أستاذ أحمد؟ أوكي أنا بقول لكم هذا اللون الأخضر أنا ما بشتري فيه، هذا اسمه فومو. أوكي شباب أنا بشتري هيك باللون الأحمر، طبعا مو ناقص واحد، لا ناقص خمسة ناقص عشرة، الخوف الشديد. أنا هيك بشتري شباب، أنا هذا الشغل الصح، وبقسم محفظتي المالية 30% 30% تمام على عدة أقسام وبشتري. تمام شباب، هي مشان الكل يعرف يشتغل في التداول على ثلاث أقسام 30% ومناطق الدعم، مناطق المقاومة نحطها بالجروب دائما مشان ما تشتغل من عقلك وتخسر أموالك. هذا السوق ممكن يخسرك أموالك شباب. أوكي فلازم تكون حذر وتكون عم تشتغل مثل ما نحن بنقول لك، ونحن معنا محترفين وناس أوروبيين عم يعرفوا كيف عم يشتغلوا. تمام شباب. أوكي، مؤشر الطمع والخوف اليوم 25، لا أنا ما بشتري بهذا اليوم. مؤشر الطمع والخوف شباب لازم يكون عند الستة أو الأربعة، هون وقت الشراء، هذا وقت الشراء، هذا بيقول لك هلا فوت اشتري، هلا فوت اشتري، وتكون دموي ونازف السوق، ما بشتري أنا وقت الصعود. أوكي شباب. طيب مرور الخبر يلي بعده، لجنة الأوراق المالية الـ SEC طبعا راحت لعند سام باكمان فريد لتحقق بمنصة FTX وتشوف البيانات، وتشوف البيانات وتتأكد هل هو أفلس، هل هو نصاب، هل هو كان بده يعمل غاية في نفسه، وتأكد من الأمور كلها. تمام شباب، هذا كان معنا كل شيء اليوم من الأخبار. مثل ما لكم شايفين عملت لونا كلاسيك عم بتحاول تتمركز فوق العشرين، لا تحدثني عن الإيجابية الآن بعملت لونا كلاسيك غير لا تتمركز فوق العشرين وستمية. مركزت أوكي اشتري عند العشرين 30%. تمام شباب، لأنه حتطلع للأربعة عشرين. طيب إذا ما تمركزت أستاذ أحمد شو بعمل؟ بسيطة كتير، نحن حنزور الخمستاش. طيب أستاذ أحمد إذا نزلنا تحت يعني على 13 يعني على 12900 شباب، معناتها نحن حنزور ال 8، ننقص الصفر، ننقص الصفر ونزور ال 8. هون بقى ادارتك الماليه اللي بتنجح وما بتكون فاشله، بتشتري على دفعات وعلى اقسام. تمام شباب، في تحسن اوكي بالسوق ولكن ليس ايجابيه قويه. اوكي لسه ما نتحدث عن ايجابي غير نشوفه اعلى انه بال 850 830 بليون كاقل تقدير، والبول ماركت يبلش بواحد تريليون فاصله 30. هذا كان معنا كل شيء لليوم من اخبار جدا قويه، وايضا اليوم كان يعني في فائده حتعم عن الجميع ان شاء الله. اذا حابب عن جد شباب انك تعرف اخر الاخبار واخر التطورات وتكون الاول والسباق في أكاديمية تعلم التداول، انضم لنا على التليجرام، حتستفاد كتير، في فائدة كتير، سأل أصدقائك وشوف قدي استفادوا، في قدرنا ننقذ كتير عالم من الخسارة، وفي كتير ناس ربحت، وعملنا أيضا عملات مضاربة أيضا جميلة. وحتى نحن اليوم اشترينا من الـ FTT تمام بمنطقة 3 دولار ولله الحمد ارتفعت شوي وبعنا كمضاربة. تمام، وأيضا الآن عم تنزل الـ FTT، لازم نكون حذرين منها، ما نقرب عليها لنشوف وين بدها تهدى، لنشوف شو البيانات، لنشوف شو بده يصير مع سام باكمان فريد. أوكي بعد ما نفكر بالشراء لأنه ممكن تهبط أكتر من هيك. تمام شباب، خلينا نتعلم الدرس من لونا كلاسيك، خلينا نكون حذرين ونهدى بكل الأمور. هذا كان كل شيء معنا باليوم. بقدر أقول لك It's not financial advice but I'm always right. Stay safe and see you soon, guys. Okay, bye-bye.